تطور. لاحظوا كيف الانزليتر هون مشدود، شد الانزليتر نتيجة انحراف الخط. بهالصورة راح تشوفوا تقريبا معظم الابراج هي عبارة عن انجل تاور. لاحظوا معي كيف الانزليتر مشدود، الانزليتر بالخط الثاني مشدود، بالثالث مشدود، بالرابع مشدود، ايضا هون باعلى اليسار بالصورة ايضا شد. اذا هذه الابراج بنسميها انجل تاور، وبتختلف درجة الميلان فيها. ورح ناخذ تعريف هذه الابراج ودرجات ميولها. المهندس ايضا من اقسام البرج اللي لازم يعرفها كمهندس مدني، باعلى البرج هو عباره عن الواير كوندكتر او الايرث كوندكتر. عندنا الكروس ارم للبرج، الكروس ارم للبرج. في عندنا الدمبر، مخمدات تضع كل مسافه معينه يتم دراستها، لان اذا هالمخمدات لم توضع للابراج للنواقل بصيبها نوع من الريزونانس، وبالتالي ممكن يصير شورت سيركت، شورت سيركت، بصير عندنا خطر كبير. فلازم هي ايضا يعرفها. وبناخذ في عندنا حمولات اسمها الشورت سيركت، بناخذها من مهندس الكهرباء. السبيسر ايضا على اليسار هي اللي بفصل الكوندكتر عن بعض. عندنا الكوندكتر هي النواقل الكهربائيه، والانزليتر هو العازل اللي بيشيل الكيبل وبفصل الكيبل عن برج الكهرباء او اللاتيس ستيل ستراكشر. وعندي المنشا اللي هو التاور. هاي ايضا احدى الصور، من نوع بالصور انجل تاور ايضا. ولاحظوا معي هون كيف الانزليتر عباره عن معلق تعليق للكيبل، لذلك بنسميه سسبنشن. وهون ايضا ما في اي انكلايد، لكن هون باعتباره انجل تاور في شد بنسميه تنشن تاور او انجل تاور. لنعرف الحمولات ايضا اللي جاي عنا على البرج، لازم اعرف بتفصيل اكثر شو معنى الفيز، وشو معنى السيركت، وشو معنى الكوندكتر، لان هالتعاريف هي مهمه جدا جدا للمهندس المصمم ليعرفها، لا يحسن يقدر الحمولات اللي جاي على البرج. بالكهرباء عندهم ار واي بي. الار هي الريد، والواي هي يلو، والبي هي بلو. واذا بنشوف بخطوط التيار او بتركيبات المنزليه بنشوف عندنا ثلاث خطوط هي عباره عن الريد واليلو والبلو اللي بيشكلوا لي التيار. اذا وهي الثلاثة هاي بنسميها فيز. إذا ار واي بي بنسميها فيز 1. إذا عندي على الكروس ارم الثاني على يمين التاور أيضا في عندي ار واي بي أيضا بنسميه فيز. الفيز بتألف، الفيز بسمي لي أو بشكل لي السيركت. إذا كان عندي فيز في عندي سيركت. إذا عندي فيز ثاني بشكل لي سيركت ثاني، بنسمي البرج دبل سيركت. يا بيكون سنجل سيركت يا بيكون دبل سيركت. السيركت الواحد ممكن يحوي ناقل واحد 1 كوندكتر، ممكن يكون عندي مثل الشكل 2 كوندكتر، ممكن يكون عندي 3 كوندكتر، ممكن يكون عندي 4، ممكن يكون 6، ممكن يكون 8 كوندكتر. إذا الفيز، السيركت، الكوندكتر. إذا عرفنا المصطلحات وعرفنا تعاريف البرج بكل سهولة بتم للمهندس حساب الحمولات اللي متعرض لها البرج. البلان اند بروفايل بالأوفر هيد لاين. البلان اند بروفايل هو بنسميه
مسار الخط الطولي والمقطع الشاقولي. الخط عادة إما بيكون ستريت بشكل مستقيم أو بينحرف ببعض النقاط، وسبب الانحراف إما بيكون الطبيعة أو ملكيات أو وجود نهر أو وديان أو جبل ما بتحسن تنفذ فيه الخط، فلذلك بينحرف مسار الخط الواصل بين محطتين أو محطتين توزيع أو محطة توليد ومحطة توزيع، محطة توليد ومحطة توزيع، أو بين محطة توزيع ومحطة توزيع. زملائنا بس منكرر بعد إذنكم ميوت للمايك عندكم مشان ما نعمل ضجة الله يبارك فيكم. إذن البروفايل، لأن البروفايل أو الروت للطريق أو للأوفر هيد لاين بتحول عندي نتيجة ملكيات، نتيجة عوائق بتقابل هذا الخط. العناصر أو الأبراج اللي بنشوفهم باللون الأحمر هي عبارة عن كرات، كمان هاي لازم ننتبه لها، بيكون في عندنا كرات مشان تحذير الطيران بالجو. كل الخطوط أو الأبراج اللي على استقامة واحدة ما راح يحدث شد للإنزوليتر مثل ما شفنا، مجرد ما ينحرف الخط فبالتالي الانزليتر بتعرض لشد، والتور نتيجة الانحراف بنسميه مثل ما ذكرنا بالانجل تور. طبعا هاي ابراج على ستريت، والابراج السسبنشن تور على خط واحد ممكن نسميها بين تورين زاوية بنسميها أو منسميه سكشن. كل أبراج سسبنشن تاور بين اثنين أنجل تاور منسمي هالمقطعات بالسكشن. لاحظوا معي هون مثل ما ذكرنا في عندي أنا اثنين سيركت على اليمين وعلى اليسار، وفي عندي أنا بهالأبراج هي عبارة عن سيركت واحد، وهي عادة بتكون باللو فولت او باللو فولتج، سنجل سيركت ترانسميشن لاين ودبل سيركت ترانسميشن لاين. من لانك الراجل اللي انت تعليم عندك؟ انا زملائنا من بعد اذنكم بس المايك. الأبراج الكهربائية أيضا ما بتستخدم فقط بالتوزيع، أيضا بتستخدم بالتوليد، وبتكون عبارة هي حاملة للعنفات الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية، وممكن يصير الارتفاع لها يكون ارتفاع هيوج وتحمل عنفات عملاقة. في عنا بالترانسميشن لاين أبعاد، هالأبعاد لازم نعرفها ولازم نحسب التدلي أو الساق للكيبل. الأبعاد بنسميه أول عن شيء اسمه الرولينج سبان. الرولينج سبان الرولينج سبان بيحسب بالعلاقة تحت الجذر L1 للتكعيب زائد L2 للتكعيب زائد LN للتكعيب مقسوم على أطوال الإسبانات للأبراج اللي بين 2 إند. عفوا نعتذر منكم بس
رولينج سبان نرجع في حد اعتذر زملائنا في مشتي ظهر فنية تقنية زملائنا بس اعملوا ميوت اذا في حد يعمل نرجع للرولينج سبان زملائنا رولينج سبان او ديزاين سبان بنحسبه بالمسافة بين كل برجين للسسبنشن تاور مقسوم على اطوال هذه المسافات بين الابراج هذا بنسميه الرولينج سبان وعندي ايضا الويند سبان وعندي انا الويت سبان الويند سبان هو عبارة عن منتصف المسافة بين منتصف البرجين على يمين ويسار البرج مقسوم على اثنين بنسميه الويند سبان والويت سبان هو عبارة عن منتصف المسافة بين البرجين هاي الويند سبان والرولينج سبان طبعا هو اللي بنحسبهم لا نحسب اللود على البرج أنواع الأبراج أنواع الأبراج عندنا زملائنا رح نذكر بعض الأنواع مو كل الأنواع في عندنا مسميات KX أو K أو D أو X D أو K D هالأبراج هي كل نوع من الأبراج هي يستخدم لنوع معين من التوتر العالي كيف نحن نختار التوار اختيار التوار بلعب فيه عدة أمور أولا هو استطاعة التوار بخطوط النقل عنا سواء من محطات التوليد إلى محطات التوزيع عنا من 800 كيلو فولت ل 600 كيلو فولت لل 500 كيلو فولت لل 400 كيلو فولت لل 380 كيلو فولت لل 230 كيلو فولت لل 115 كيلو فولت لل 110 كيلو فولت وننزل نحن لل 66 و 33 اي لو فولتاج من 100 بناء على الكي في او الكيلو فولت للخط بناء على السايز للكوندكتر وعدد الكوندكتر بكل خط عدد الفاز بكل خط والطول السبان بين الأبراج بيتم اختيار الشكل المناسب للبرج بعملية تصميم الأبراج أهم شغلة هي إنك تحسب الرولينج سبان واللي بنسميه أيضا هو الديزاين سبان اللي بيعطيني أقل عدد ممكن من الأبراج ضمن السكشن الواحد اللي هو بين الاند او الانجل تاور والانجل تاور الثاني حساب الرولينج سبان اللي بيؤدي معي لاقل عدد من الابراج هو بيكون التصميم الاقتصادي لان تصور انت اخطات في حساب الرولينج سبان قللت الرولينج سبان بتروح انت معناتها زدت عدد الابراج زياده عدد الابراج معناتها صار في عندك تكلفة زيادة وخاصة بالأوفر هيد لاين بنلاحظ أحيانا المسافات بأحد المشاريع كان 1100 كيلو متر المسافة بين محطة التوليد ومحطة التوزيع فتصور إذا بتخربط لك أو بتخطأ بتحديد الرولينج سبان وبتزيد عندك 6-7 أبراج كهرباء من نقول بالألف بس خطأك يعني 7 بالألف بالمسافة السبع أبراج البرج الواحد ممكن يوصل تكلفته ب 300-400-500 ألف ريال يعني عندك 3.5 مليون ريال بخطأ بسيط بحساب الرولينج سبان كلفنا الشركة أيضا هون توضيح أكثر ب
البلان عند بروفايل لاحظوا عندي الخط باللون الاسود وعندي السبوت ريد سبوت هني اماكن الابراج كيف بيمشي الخط معي ثم بطلع بزاوية ثم زاوية وبيكمل خط. اذا هذا البرج بنسميه انجل تاور والبرج الاخر بنسميه انجل تاور وبيطلع عندي انا هون بقطع الطريق. لاحظوا البروفايل تحت عندي انا كيف عامل سبوت او عامل رسم للابراج بارتفاعاتها على الطبيعة بين كل الابراج. لا البلان اند بروفايل او الروت بروفايل مهم جدا جدا. السبب اني عندك الساك لما بتحسبه انت بيصادف عندك بالطريق او بالروت تضاريس طالعه نازله، فبالتالي الساق او المينيمم كليرانس للكوندكتر بناخده من الاشتراطات والمواصفات لكل تيار، وبرسمنا البلان اند بروفايل بنحدد الكليرانس بنحدد الساق ايضا الرولينج سبان ونكون مخططنا سليم 100% ان شاء الله. طبعا الساق هو عبارة عن تدلي للكيبل وفي برامج بتحسبه خاصة وممكن ناخده نحن من مهندس الترانسميشن لاين انجينير او مهندس الكهرباء. اذا انا ما كنت ترانسميشن لاين انجينير انا مصمم عادي لكن اجاني برج وبدي اصممه ممكن اخذ هاللود هاي من الترانسميشن لاين انجينير او الالكتريكال انجينير. في برامج اسمها ساك ممكن تحسب التدلي وتعطيك التنشن اللي بتشكل بالكوندكتر او عند الانزريتر في البرج. ذكرنا نحن بالبداية عن التنشن والانجل سسبنشن والتنشن تاور تصنيفاتها كيف بتكون معنا. الجدول التالي بيبيننا التانجنت تاور والسسبنشن سترينج المعلق عنا بيكون الزوايا البرج من 0 ل 3 درجة. لثلاثة درجة إذا أنت عندك الخط تبع الأبراج الكهربائية ستريت لكن في انحراف من 0 لثلاثة درجة أو من 0 لاثنين درجة مثل ما نلاحظ حسب استطاعة الخط من 0 لثلاثة من 69 كيلو فولت ل 230 كيلو فولت، من 0 لاثنين درجة ل 380 كيلو فولت. طبعا الخطوط الاعلى لل 500 وال 600 نرجع للمواصفات بحدد الزوايا لكل خط. في عندي انا سمول انجل تاور اذا سمول انجل اذا في عندي انحراف وذ تنشن سترينجز اذا مشدود عندي انا الكيبل او الكوندكتر او الواير سواء قلنا كيبل او كوندكتر او واير كلياتهم تعريف لمصطلح واحد هو الناقل للتيار الكهربائي. اذا السمول انجل تاور والتنشن سترينج من 2 درجه ل 10 درجه ل 69 ل 230 فولت ومن 10 ل 30 اللايت انجل تاور والتنشن سترينج من 10 ل 30 ومن 2 ل 10 ل 330 كيلو فولت. وعندي الميديوم انجل من 30 لل 45 من 69 لل 230 ومن 10 لل 35 لل 330 كيلو فولت. واللارج انجل بتطلع من 40 لل 60 بين 69 كيلو فولت وال 230 والهيفي انجل من 60 لل 90. وفي عندنا الانكر تاور ايضا وذ تنشن. تنشن معناتها السترنج او الانزوليتر مشدود ببلش من 0 ل 3 من 39 كيلو فولت ل 380. في عندي الديد اند او التيرمينال تاور. الديد اند هو بيكون البرج في نهايه الخط بنسميه ديد اند او دي اي تاور. واحيانا بيكون عندي اذا في عندي ارتفاعات كبيره احيانا بتقاطع او بالكروس مع الانهار او بالطرق بالهايوي
ممكن يكون عندي شيء اسمه سبيشال تاور، ممكن يكون السبيشال تاور بسسبنشن تاور او انجل تاور او ديد اند تاور، بس يضاف له سبيشال تاور بيكون ارتفاعه زاد عن الارتفاع المحدد للفاميلي اوف تاور. ندخل بموضوع الماتيريال. المواصفات عندي انا بالنسبه للماتيريال المستخدمه بالابراج الكهربائيه، عندنا الستراكشر ستيل مواصفاته يتبع للاي اس تي ام A36، الاف واي له 250 ام بي اي او الاي اس تي ام A572، والاف واي له هي اليلدنج ستريس 345 ميجا باسكال. اما بالنسبه للبراغي والنط والوشر، ف المواصفات لها هي الـ ASTM 394 والـ A563 والـ ASTM F436 مواصفات البراغي. بندخل لموضوع اللود. ايش هي اللود اللي بتجيني على التاور؟ في عندي اول شيء بنسميها حسب شدة الرياح تصمم الابراج الى الستاندر ويند لود، واللي ضغط الرياح بيكون فيها 34 كيلو جرام على المتر المربع الويند بريجر، والهاي سترينكس او هاي ويند لود بيكون الضغط فيها 101 كيلو جرام على المتر المربع. طبعا نحن هون هي قيم محسوبه وفق زراعات المنطقه اللي عندنا. كل مصمم بده يصمم الابراج لازم يتبع المواصفات الخاصه بالمنطقه اللي هو فيها، لان سرعات الرياح الستاندر ويند لود والهاي ويند لود بتختلف بين منطقة ومنطقة حسب خريطة الرياح لكل بلد. فلذلك نحن بس ملاحظة ان 43 كيلو جرام هي الويند ستاندر ويند لود محسوبة لسرعة 120 كيلو متر بالساعة. فبالتالي نرجع نحن دائما للستاندر اللي عندي او مخطط الرياح بكل منطقة عن بدي اصمم او احسب الستاندر ويند لود ولا الهاي ويند لود. الهاي ويند لود بتاثر على الخط بطريقين، سواء اللونجيتيودينال بنسميه لونجيتيودينال اللي هي مع الخط الاصفر العريض، هي الويند اللي الرياح او الويند اللي جاي مع الخط بنسميها لونجيتيودينال. اما الرياح لما بتجي بشكل عرضي على الخط نسميها ترانسفيرس ويند لود. زملائنا بس بنرجع ايضا ملاحظات، ميوت للمايك عندكم. اذا حمولة الرياح في عندي هاي ويند لود وفي عندي ستاندر ويند لود. اللونجيتيودينال تورجينال بيكون عندي انا تورجينال باللونجيتيودينال دايركشن، سبب بيكون اما انقطاع او انكسار احد الكوندكتر او بالتتالي ممكن ينقطع عندي انا او ينهار الانزليتر يا اما الكوندكتر. اذا انهار الانزليتر، لاحظوا معي بنهار الانزليتر لكن بضل الكوندكتر الثاني او الانزليتر الثاني شايل الكوندكتر الاول. اذا عندي انا اثنين كوندكتر برجع بتحمل الثاني، لكن اللود بده يصير حمله على الانزليتر واحد برجع بينهار. نتيجه الانهيار في الانزليتر راح
يعمل خلل بتوازن القوى وبشكل مثل التورجينال على البرج. اذا شكل تورجينال ممكن ينقطع عندي انا 2 كوندكتر، ممكن 3 كوندكتر، ممكن السيركت كامل ينقطع عندي. الانقطاع بالسيركت او بالانزوليتر منكرر بيؤدي لعدم توازن بالقوى ويشكل عندي انا حمولات تورجينال على التور. في عندي انا الكونستراكشن والمينتنانس لود. الكونستراكشن هي عباره عن مد الكيان ونسميها عمليه السترينجينج، ووجود دايمن اللي بيشتغل بتركيب الابراج الكهربائي بنسميه اللايمن. نتيجه السترينجينج واللايمن الموجود على البرج بيشكل لي انا حمولات شاقوليه كبيره بتأثر على البرج، لازم أخذها بعين الاعتبار. بنلاحظ نحن بالسترينجينج يعطيني أنا قوة شد وقوة ضغط على البرج. من بعد إذنكم زملائنا المايك. الصوت مش واصل أصلا بسبب المايك المفتوح، يا ريت اللي فتح مايك يقفله. زملائنا هاي ملاحظة الأخوي، من بعد إذنكم راح نعيد مجال للأسئلة، بس من بعد إذنكم تسكروا المايك. اذا بالسترينجينج لاحظوا معي في عندنا ثلاث كيابل يتم شدها بان واحد، ثلاث كيابل عم تم بشده واحد وعم شد وين؟ بزاوي. اذا نتيجه الشد بزاوي وفي عندي قوه شد انا بتؤدي الى قوه افقيه وقوه شاقوليه ضاغطه على التور، لازم احسبها. السيركت بريكر لود هي بيكون عندي شورت كات بالكهرباء. هالشورت كات هذا نتيجته بيخلق لي قوه على البرج. هل سيركت بريكر او شورت كات سيركت بريكر لود انا باخذها من مصمم الاحمال الكهربائيه او من الترانسميشن لاين انجينير بيكون حاسب هاللود هي. بعد ما يكون عندي اللود حسبناه هون، عندي انا اللود فاكتور. اللود فاكتور اللي بطبقها انا على الحمولات اللي عندي على البرج. في عنا اذا كان عندي الحمولي ترانسفيرس لود هي بشكل عرضي اذا كان ويند لود، واذا كان عندي واير تنشن باللود لا الابراج الزاوي. اذا الستاندر ويد عندي السيفتي فاكتور 2.5 ولا الانجل 1.65 للستاندر ويند. بالهاي ويند عندي 1.1. بالبروكن واير بالكونديشن بروكن واير اذا انقطع عندي كوندكتر او واير او كيبل 1.5. بالسترينجينج عندي 1.25. بالهيفي فيرتيكال لود 1.25. بالفيرتي طبعا هي للترانسفيرد لود. بالفيرتيكال لود ايضا عندي 1.5 بالستاندر ويند لود، 1.1 بالهاي ويند لود، بالبروكن واير او كوندكتر 1.5، بالسترينجينج 1.25، وبالهيفي فيرتيكال لود ايضا 1.25. باللونجيتيودينال عندي بالجنرال بالستاندر ويند 1.1، بالديد اند تاور 1.65، بالهاي ويند 1.1، بالبروكن واير 1.5، بالسترينجينج 1.25، بالهيفي فيرتيكال 1.25. بالاوبليك لود هي لما بيكون عند الرياح جاي بزاويه على التور، لا هي ترانسفيرس ولا هي لونجيتيودينال. فعندي فقط بالهاي ويند لود عندي 1.1، وبالهيفي فيرتيكال لود 1.25 هي الفاكتور للود كومبينيشن اللي بنستخدمها. عندي البرج، اذا بدي احسب قاعده البرج، البرج او الكونفيجريشن للتور او ابعاد التور بسال طيب كيف انا بدي احدد ابعاد البرج؟ ابعاد البرج عندنا عده امور بتتعلق بحسابها. لو رسمنا بشكل
برجين تمثيل بسيط. وفي عندي انا الكوندكتر ماشي من البرج للبرج، وفي عندي الارض الطبيعية تحت اللون الاحمر على برسم. معلش، كيف بدي احدد انا ارتفاع البرج؟ وكيف بدي احدد عرض البرج؟ انا بحسب الساك تنشن اللي هو المسافة من نقطة الاتصال مع الانزليتر الى التدلي، اكبر تدلي لا الكابل، وبسميه الساك. هذا الساك. في عندي انا الكليرانس سبيسنج اللي هي المسافة المسموحة من البطن تبع الكوندكتر اسفل الكوندكتر الى المنسوب الارض الطبيعية. في عندي انا هون الكليرانس، لو ما كتبناها مظبوط معليش، كليرانس بتحدد عندي انا حسب استطاعة او حسب الجهد لخط الاوفر هيد لاين. يعني ال 380 له كليرانس، ال 500 له كليرانس، ال 800 له كليرانس، ال 33 كيلو فولت له كليرانس. طبعا كل ما كان الجهد عالي بيرتفع عندي الكليرانس بسبب تأثير الكهرباء ومجال تأثيره. الكليرانس بيكون عندي، اذا عندي انا اخذت اول شيء الكليرانس بلس الساق للكيبل. وفي عندي انا بالنسبة للانزوليتر الموجودة عندي انا واللي بتحمل الكوندكتر من بعد اذن الزملاء، بس لاني عم بيعطي صدى اللي عندهم مو عاملين ميوت. مهندس عبد الحكيم معلش عن اذنك، طيب ممكن تعطي صلاحية الكوهوست للمهندس انس ويسوي ميوت للجميع؟ ممكن دكتور، بس اذا اعطيته الصلاحية ممكن الصلاحية هو لازم يعمل شير. ايه هو معلش يعني ولو قاطعونا وعم نعمل ميوت للزملاء بدنا نعتذر منهم على الامور عم تصير. بس ترجع زملاء احنا بنرجع بنكرر، رجاء رجاء اللي عنده المايك يعمل له ميوت مشان بس ما نقطع سلسلة الافكار والشرح. نرجع، يمكن زملائنا ما زالوا عمال يدخلوا على اللقاء. بحساب، نرجع نعيد حساب او كيفية تقدير ابعاد البرج الكهربائي. اذا كان عندي انا تور، عندي التور الثاني، عندي انا الساق التدلي للكيبل، في عندي ماكسيموم ساق راح يكون بحسبه، وفي عندي انا الكليرنس من الكيبل تدلي الكيبل الى الارض حسب استطاعة التيار الكهربائي او الجهد الكهربائي المنقول عبر الابراج، بتحدد الارتفاع زائد الساق بكون حددت انا اول جزء الي. عندي ايضا المسافة مثل ما رسمنا هون الانزليتر وهي اللي بتعلق الكيبل او الكوندكتر. في عندي انا مسافة بين الكوندكتر، هالمسافة بين الكوندكتر ايضا حسب الجهد المنقول لخط الكهرباء. اذا عرفت المسافات الثلاثة هي بضيفة للساد وللكليرانس، وعندي ايضا الاعلى بتعلق عندي او منركب الواير جراوندينج واير او الارس واير او الكوندكتر، ايضا مسافة بينه وبين الكوندكتر اللي ناقل الكهرباء. في عندي مسافة ايضا حسب الجهد. اذا حسبت هالمسافات كلياتها بجمعها مع الساق والكليرانس بطلع معي ارتفاع البرج. بهالطريقة انا لما بحسب ارتفاع البرج، في شيء عندي انا اسمه البيزك بودي. طبعا هون بنحسب معي للبيزك بودي، وحسب البلان اند بروفايل مثل ما ذكرنا سابقا ممكن اعمل انا عندي البيزك بودي بيكون ثابت لكل الابراج او الفاميلي اوف تاور، وفي عندي اكستنشن اوف تاور.
بعمل اكستنشن انا للبيزك بودي. هالاكستنشن هذا بتحدد معي حسب طبيعة الارض. فمثلا لو عندي انا البيزك بودي خلينا نقول 20 متر نتيجة الساق والكليرنس، حساب الساق والكليرنس. طيب جيت على ارض طبيعية لاحظت بالمنتصف طلع عندي انا في عندي تضاريس مرتفعة. طيب انا عندي هون اذا كان عندي تور في هالمنطقة وتور في هالمنطقة وعندي بيزك بودي وعندي الكيبل، جوز بهالمنطقة الكليرنس عندي انا هون ما بغى يحقق معي. فشو بتعمل؟ بدي ارفع البرج اللي على اليسار. هذا البرج لازم ارفعه. طيب البيزك بودي انا عندي موجود، فايش بعمل؟ بعمل اكستنشن فقط للتور ليحقق معي الكليرنس للارض الطبيعية، وهكذا لكل الابراج. اذا تحدد معي ارتفاع البرج، ضل عندي تحديد ايش هو؟ تحديد البي الويتس للبرج. طبعا البرج هو السيلف سبورتد وعبارة عن شكل مربع. البي نحسبها من علاقة هي 0.42 تحت الجذر ام. ام هي الاوفر تيرنينج ل الحمولات الجاي على البرج حول مركز البرج، بطلع عندي بي. او في بعض العلاقات او بعض الكودات بتقلك ان عرض البرج يتراوح بين 1 إلى 10 ل1 إلى 12 ل1 إلى 8 من ارتفاع البرج. هيك بيكون حددنا اللود، حددنا البرج، بدل عنده غير تروح للمواصفات تبع البرج نفسه. طبعا ندخل بأقسام البرج حسب ال ASCE 15/2015 ونشوف أقسامه وكل قسم شو الريكومنديشن اللي بيعطينا اياه ال ASCE. طبعا نحن هون مشينا حسب ال ASCE الامريكان سوسايتي سيفل انجينيرينج، لكن ممكن انت تروح لاي ستاندرد ثاني، اي ستاندرد سواء التي اي اي احد الزملاء ذكروا ايضا هو عباره عن تيلي كوميونيكيشن اندستريال اسوسيشن الامريكيه 222. ممكن تروح عليه، ممكن تروح للبرش ستاندرد، ممكن تروح للانديان ستاندرد اللي هو اي اس 802، ممكن تروح للستاندرد الاسترالي اللي بدك اياه حسب الكود اللي شغال عليه. فأقسام التور عنا بنلاحظ بالسكشن بالأعلى هو التوب، بالمنطقة هون بالتوب بيقلنا الديافرام اوبشنال، يعني ممكن تحط ديافرام ممكن ما تحط. بالمستوى الثاني بيقلك الديافرام ريكومندد، ممكن بينصح أني تحط ديافرام بالمستوى الثاني. المستوى الثالث اللي هو عبارة عن الكروس ليفل، عند الكروس ليفل لاحظوا معي 3 3 3 المستوى الثالث، وهو عبارة عن تورجنال ليفل مثل ما حكينا بصير عنا تورجنال بسبب اللود او انقطاع كوندكتر او انزليتر، اختلاف التوازن عند الانزليتر او بنهاية الكروس ارم اللي بيحمل حمولي بشكل لي تورجنال فورس. بقلنا هون لازم ايضا الديافرام ريكومندد. بالمستوى 4 بيقول لك اوبشنال. بالمستوى 5 عند التوب اوف بيزك بودي الديافرام ريكومندد. بالانترميديت ليفل في عنا
it is suggested that diaphragm being at interval not exceeding 75 feet أو 23 متر بأبعاد 23 متر تأمن diaphragm. الديافرام لاحظوا معي إن هنا عبارة عن ديافرام عشان نزيد صلابة التوأم. بالديافرام عندي لازم يكون في عندي المسار تبع القوى يكون متكامل ما في انقطاع. لاحظون عنا الديافرام بوجود هالعنصرين بيكمل لك انتقال القوى وعمل ديافرام مع بعض. بينما هون لاحظوا معي inadequate rigidity لاني في عندك تقريبا انقطاع بهذه النقطة. هالنقطة هي اذا ببرامج التصميم ممكن تعطيك فين الى بتصميم الابراج الكهربائية. ومن مبادئ التصميم الاساسية اللي بتذكرها معظم الكودات واللي بذكرها كمان ايضا الباور لاين كومباني واللي هي من اشهر شركات بالترانسميشن لاين. في عندي شيء اسمه انا ريدندنت ممبر. الريدندنت ممبر انا بضيفها للبرج لكن ما بدخلها بكفاءة او تدخل بتحمل العناصر او الحمولات مع باقي العناصر للبرج. الريدندنت ممبر ممكن احطها انا بالكروس ارم ومنزلها بالبيز تبع التور. العناصر هاي فائدتها فقط ممكن بحساب القوى على العنصر وحساب الافكتيف لينكس للعنصر فقط. هاي مندخلها فيها اما غير هيك اني تتحمل قوى ما مندخلها الا اذا عملت. رح نشوف هلا بالسلايد تاني بطريقة التحليل السكند اوردر اناليسز ميزود. اذا دخلت السكند اوردر اناليسز ميزود بامكانك بهالحالة فقط ان تدخل العناصر بتحمل جزء من القوى. اما اذا انت بتمشي ب الفيرست اوردر اناليسز ميزود ما مندخل هالعناصر الريدندنت ممبر بنسميها او العناصر المساعدة في عملية التحميل. لازم انتبه ايضا بالابراج وعند عملية الموديلينج للتور في عندي بعض العناصر ما بتتحمل غير شد. فلذلك ايضا لازم اعرفها انا في البرج. العناصر اللي بتتعرض للشد انتبه لشغلي ان الـ L على الـ R بتكون اكبر من 300. اذا ما عرفتها بالبرنامج اللي عم تشتغل عليه سواء استاد التاب ساب جي سترودر ام اس تاور تاور اذا ما عرفتها على اساس ان تنشن تاور وكانت الـ L على R اكبر من 300 رح تشوف العناصر عندك فاشلة. فلذلك لازم تنتبه له وتعرف انت في البرج اللي عندك شو العناصر اللي بتشتغل شد وشو العناصر اللي بتشتغل ضغط. طبعا راح يسأل احد الزملاء اني بالبرج في عناصر بتشتغل شد وفي عناصر بتشتغل ضغط. اثنيناتهم صحيح لكن انت في عناصر بتستخدمها تشتغل شد فقط. فبالتالي انت لازم تعرف له اياها ب تنشن ممبر اونلي. ب احد مبادئ التصميم ايضا اللي بيقول لك الاف يو على الاف واي. طبعا الاي اس سي بذكر الاف يو على الاف واي لازم تكون اكبر من 1.15 وانا بفضل تكون اكبر من هيك كمان بكثير توصل 1.20 25 30 لاني كل ما كبرت الاف يو على الاف واي معناتها في عندك دكتيليتي للتور زياده. العناصر للبرج بشكل عام تتعرض لقوة ضاغطة. القوة الضاغطة هاي بدنا نحسب بالعلاقة F A واحد ناقص نص ب K L على R على C C للتربيع ب F Y. وال K L على R لازم تطلع أصغر من C C. C C تحت الجسر هو سلندرز
للعنصر اي بي في تحت الجذر 2 اي على اف واي. طبعا اذا كانت اكبر من سي خلاص انا جاي ثبت ولا انت زول زملائنا الكرام زملائنا ميوت للمايك عندكم. اذا بنتابع بنحسب القوة الضاغطة من العلاقة لكن بشرط عندي الكي ال على ار اصغر من سي سي واذا كان الكي ال على ار اكبر من سي سي نحسب من العلاقة الثانية هي علاقة اولر او السي سي هي بي في تحت الجذر 2 على اف واي. في عندي شرط ايضا بالنسبة للسماكي ال W على T للأنجل لازم تكون أصغر من 25. إذا كانت أكبر ترجع للـ ASCE في عندك علاقات تانية بيعطيك إياها بحساب قوة الضغط اللي بتحملها العنصر. من الأمور الهامة جدا جدا بعملية التصميم للعناصر المعرضة للضغط سواء بالتور أو بأي منشأ حديدي أو حتى بالمنشآت الخرسانية هو الطول الفعال الإفكتيف لينكس. وحقيقة بالنسبة للأبراج الكهربائية المصمم ننصح أي مصمم بأن يدرس الستاندر ويكون أوير 100% خلينا نقول بالستاندر أو عارفان الستاندر 100% لأن أي خطأ بعملية فهم العناصر وكيف عم تشتغل وكيف بدي أعرف العناصر للبرنامج بتحدث عندك مشاكل كبيرة إما اقتصادية أو بشرية لا سمح الله. فعندك الكيل على آر إلى حدود بين الصفر والمية وخمسين للمين ليج ممبر، عندك العناصر الثانية بين الصفر والمية وعشرين، وفي عنا العلاقة اللي هي 3.76 كي ال على ار هي 30.075 ال على ار. العلاقة ايضا هالعلاقات بتتعلق بالعنصر وبتتعلق طبيعة اتصال هذا العنصر. لاحظوا معي بالشكل، اذا كان عندي انا عنصر فقط في برغي او بولت 1 بولت مثبت فيه، في عندي يعني هون لا مركزية بالعنصر، الكي بذكر لي اياها الاي اس سي اي لكل حالة من الحالات، واذا كان عندي انا 2 بولت بذكر لي الكي اللي راح استخدمها ومجال الكي على ار اللي لازم اصمم عليه. في صورة عنا مثل ما انا ملاحظين هون، لاحظوا ان هالعنصر هاد شوفوا تمثيل دقيق بين ما يقوله الكتاب وما ينفذ على الواقع. لاحظوا معي الانجل مثبت ب 2 فولت، في هون عندي مثبت ب 2 فولت، في بعض العناصر هون العناصر هون 1 فولت. اذا لازم اعرف انا كمصمم كيف راح تتركب العناصر، ما هو عدد البراغي بكل عنصر او بكل انجل. عدم معرفتي الامور بسبب لي مشاكل كتير، برجع بقول يا اقتصادية يا بشرية لا سمح الله. فهي في اشتراطات تاني ايضا لكن بسبب الوقت ما بنحسن نضع كل الاشتراطات للاي اس سي اي 10/2015. ننصح الجميع الرجوع لهالكود ودراسته لتعرف كيف بتنفذ الأبراج وتعرف آلية الانهيار في البرج، كيف راح تكون عندك آلية الانهيار. يا هل ترى حول محور X حول محور Y حول محور Z، واللي بيحدد لك يا لآلية الانهيار هو استناد هذا العنصر وجهة الجهة اللي عم يستند فيها. زي ما نلاحظ هون عندي أنا الطول باتجاه حول واي مسنود وطوله 2/3 ال، باخذ أنا الطول لحساب الضغط، بينما بالاتجاه حول اكس بدي أخذ كامل ال.
إذن هالأمور هاي لازم أنتبه لها أنا كمصمم نظريا أكثر ما أكون أنا عمال أشتغل على برنامج. الملاحظ دائما بزملائنا المهندسين الجدد دائما عمال يرقدوا للتعلم على البرامج. أكيد 100% لازم نتعلم على البرامج، لأن البرامج الهندسي والبرامج المتطورة هي عمال توفر لي وقت كبير جدا جدا. توفير الوقت ما لازم يخليني أنا نظريا وفهمي للمبادئ تبع التصميم أكون مقصر فيها، لأن حقيقة إذا ما عرفت المبادئ أنا رح يكون عندي تصميم فاشل. أسباب انهيار الأبراج. عندي رح نذكر عدة أسباب لانهيار الأبراج. أول شيء الظواهر الطبيعية، ورح نشوف صور حية عنا أبراج انهارت لعدة أسباب، منها بشرية، منها بأسباب بالرياح. زملائنا بس ميوت للمايك رجاء. زملائنا مكرر ميوت للمايك، الله يرضى عليكم. أول سبب من الأسباب ممكن يكون ظواهر طبيعية، رياح، زادت الرياح. غالبا لما تكون عندك الرياح بتزيد عن الحدود المصمم عليها معناتها عندك جهود زيادة راح يؤدي لانهيار العناصر. الجليد، طبعا جليد نحن بمناطقنا بالخليج العربي ما وجد، لكن بشكل عام نحن عم نذكر بأوروبا بيكون عندهم الجليد بيأثر على المنشأ، وممكن أحيانا تزيد كمية الجليد على العنصر، فبالتالي غير المصمم عليها. زيادة الحمولات أيضا بتؤدي للفشل. ممكن يكون رياح مع جليد، يعني عندك الآيس تشكل على الكوندكتر، عندك رياح، زادت الرياح بالمنطقة، زيادة الرياح بتؤدي ل عفوا زيادة المقطع بسبب الآيس عن المقطع اللي انت حاسبه، مع زيادة الرياح معناتها في عندك زيادة باللود على البرج أو على الكوندكتر، وبالتالي على البرج، وبالتالي يؤدي لانهيار هذه العناصر. في عندي أيضا أحد الأسباب هو الانزلاقات الطبيعية. عندنا overhead line، خط على جبل بوادي بهضبي. هل هضبي نتيجة الوزن وعدم التماسك صار في انزلاق مثل ما بنشوف كثير بالفيديوهات كيفية انزلاقات التربين انزلقت، فبالتالي بتؤدي لانهيار هذه الأبراج. أو انزلاقات الثلوج، انهيارات الثلوج اللي بتصير بالمناطق الجبلية والتي تكثر فيها الثلوج أيضا ممكن تجي على خطوط التوتر العالي وتؤدي لانهيار هذه الأبراج. ممكن عندك أيضا السيول والانهار. أحد المشاريع أجا عنا برج بمنطقة سيل، لكن هذا السيل جاف وتقريبا زملائنا الكرام المايك أوف. أحد الأبراج أجا بمنطقة وادي، هالوادي من 30-40 سنة ما صار في أي جريان أو سيلان للمياه، لكن في عنا اشتراطات اني مجرد ما يجي عندك برج في وادي لازم تعمل له بروتكشن. فبهالحالة شو راح تعمل كمصمم؟ بدك تعمل تصمم انت حاجز للمياه لتحمي البرج من اصطدام المياه فيه، وممكن تؤدي الى انهيار هذا البرج. في عنا
أسباب أخرى ممكن تكون عن انهيار البراغي، انهيار بالإنزليتر، انهيار أحيانا بأسباب بالموقع، عمال آليات عمال تشتغل ممكن تصدم هذا البرج وتؤدي لانهياره، طائرات ممكن تصدم البرج إذا أبراج عالي، أحيانا في أبراج بتوصل ل 130-140 متر، طيران ما في وورنينج فقد إشارة ممكن يصدم ويؤدي لانهيار الأبراج. طبعا الستركتشر ديفيشنسي عدم كفاءة المنشأ بتكون سوء تصميم، سوء تصميم عدة احتمالات ممكن تكون عنا بسوء التصميم، ما أخذنا ما حسبنا الحمولات مظبوط على البرج، اخترنا مواد بمواصفات أقل من المواصفات اللي احنا مصممين عليها، فقدنا بعض العناصر أثناء التركيب. نحن أنت كمصمم كنت مصمم 100% الريدندنت ممبر اللي ما حطيته أثناء التصميم نسيت تحطه بالدروينج، بعتت على السايت تم التنفيذ، ممكن تكون أحد أسباب انهيار المنشآت، انهيار البراغي. أحيانا كمان أيضا اكستنشن لتاور ممكن يصير، أحيانا بيعملوا اكستنشن لتاور نتيجة الظروف، نتيجة نقل خط من مكان لمكان بسبب ملكية بأي سبب، وأحيانا ما بيرجع للمصمم، ممكن يسبب هذا كمان لود زيادة وبيؤدي لانهيار الأبراج. إذن هذه الأسباب جميعا بتؤدي لانهيار الأبراج، ورح نشوف بعض حالات انهيار الأبراج. برجع بقول عدم معرفة بالتصميم، الزملاء اللي بيشتغلوا على البرامج عدم المعرفة النظرية والإدراك التام لمبادئ التصميم ومعرفة العناصر كيف عمال تشتغل، عدم المعرفة عندك كارستين إما مادية منكرر أو بشرية. لاحظوا بهاي إحدى الحالات اللي انهار فيها البرج أثناء تنفيذ، ارتفاع البرج 123 متر، لاحظ 123 متر انهار أثناء التنفيذ، ومع الأسف في هذا المشروع أو هذا الزمن راح إصابات جسدية كثيرة بغض النظر عن المادية، طبعا المادية بتهون أمام الإصابات البشرية. لذلك في هيك مشاريع دائما نحذر أي مهندس يعمل بمجال التصميم بالترانسميشن لاين، أجاء تصميم take care of the design دائما، لأني ممكن يصير عندك مشاكل قد تكون أنت السبب فيها وقد يكون غيرك السبب فيها. إذن انهيار برج راح نشوف شو الأسباب اللي أدت لانهيار هذا البرج. لاحظوا معي كيف عنا الليج اللي على اليسار، الليج الأولى أو الإجر الأولى كيف انهار الخرساني وجزء كبير منه كرش، وكيف البكلين تم بعملية الانهيار واللي أثر على الليج للبرج. لاحظوا أحد العناصر سرعة بالتنفيذ، بدنا نخلص المشروع، طبعا بأحد المشاريع يتبع إحدى الشركات لا نستطيع ذكر الأسماء. بعض البراغي ناقصة، بعض البراغي ماي مشدودي، الانهيار حتمي راح يكون للبرج نتيجة الخلل بتوازن القوى في عندي أنا، راح يصير عندي تورجينال على العنصر، راح يصير عندي بكلينج وانهار العنصر. بمشروع آخر لاحظوا كيف الليج كأني عملية شير على هذا العنصر،
ايضا منهار، ولاحظوا هون اثناء التنفيذ، اثناء التنفيذ استعملنا مركبين البرج لسه على البيزك بادي والاكستنشن، لكن عمليه باكلينج صارت وادت لانهيار هالجزء. رح نرجع بس لعمليه السلايد، لاحظوا معي الصوره هاي. طبعا بنفس اليوم اللي صار فيه الرياح الشديده بهالمنطقه، هذه اللوحات الكبيره الضخمه كانت على الطريق ايضا كانت منهاره، اخذنا الصوره الى ايضا. اذا احد اسباب الانهيار هي سرعات الرياح اللي كانت غير متوقعه بتلك الفتره، وتم رفع سرعات الرياح وتصميم الابراج بناء على ذلك. زملائي الكرام، لقائنا الاول اليوم، نشكر متابعتكم، ونشوف الاستاذ انس اذا في اي سؤال، ولو اني نحن كنا قايلين الاسئله كلها بتكون على ترسل على الايميل او على الصفحه. السبب اني ممكن يكون في فكره نسيانينا ما اشت على البال، فالسؤال لما بتبعتوه على الايميل او بتسروا لنا اياه بالصفحه ممكن نحضر مشان تكون الاجابه كافي وافي ان شاء الله. ومع ذلك رح نفتح المجال اذا في اي اسئله. استاذ انس، احد الاسئله اللي وردنا، استاذ انس موجود سيدي، تفضل. الله يبارك فيك. الله يسلمك. واحدة من الأسئلة اللي وصلت أثناء السلايدز عن موضوع السكند أوردر أناليسز، هل تعني بالسكند أوردر أناليسز هو نون لينير؟ السكند أوردر أناليسز هو أخذ تأثير الانتقالات بالتصميم. سكند أوردر يعني الفيرست أوردر، الفيرست أوردر أناليسز المهندسين اللي شغالين بالتصميم بيعرف فيرست أوردر، عندي أنا حالة استاتيكية ما باخذ تاثير الديفليكشن نتيجه الحمولات، لكن نتيجه الضغط بصير عندي انا ديفليكشن. الديفليكشن هذا بحسب العزم عليه على العنصر نتيجه الديفليكشن، وبرجع بضيفه للحمولات وبحسب تاثيره على العنصر وبحسب كفاءه العنصر بالنسبه له، وهكذا لا ينعدم التاثير. هذا هو السكند مومنت اوردر. عفوا دكتور، يعني في دلتا، في عندك دلتا كبيرة ودلتا صغيرة. الدلتا هاي الكبيرة الديفليكشن بصير عندك انت الدلتا الكبيرة والدلتا صغيرة، لنميز بيناتهم بس. معظم زملائنا بعتقد شغالين ما شاء الله عليهم خبراء بالتصميم. الدلتا الكبيرة هي الديفليكشن اللي بصير برأس العمود او برأس العنصر اللي عندك، اما الدلتا الصغيرة هي الديفليكشن للعنصر نفسه. اذا حاولنا نرسمها، هذا العنصر عندك صار في ديفليكشن، المنطقة هاي أنا بسميها هي دلتا كبيرة طبعا، والقوة عندك هون. إذا في عندي عزم أنا بدخل تأثيره بحساب العنصر بالسكند أوردر، بالفيرست أوردر ما بدخل تأثيره. فلذلك حكينا أن في عندي أنا ريدندنت ممبر، هالريدندنت ممبر هاي ما بدخلها بعملية التحليل والتصميم، لكن لازم أحطها المخططات لتزيد من كفاءة العنصر. أما بالسكند أوردر اللي لازم أدخل أنا تأثير هالانتقال هذا اللي هي بيج دلتا، ممكن أضيف الريدندر بالتحليل عندي وأحمله جزء بالعنصر. طبعا هاي البيج دلتا، السمول دلتا هي للعنصر نفسه، هاي السمول دلتا، هاي هي السمول دلتا. إذا أنا تأثير التنتين لازم أدخله معي بحساب كفاءة العنصر وحساب العزوم الناتج عنده وتأثيره على العنصر، هذا السكند مومنت أوردر. سؤال ثاني. معليش يا باشمهندس، أنت تكلمت عن السكند أوردر، معناها كلامك أني حتعامل مع البرج كأنه عبارة عن فريم، بعمل كأنه الفريم أناليسيس، صح كلامك؟ قصدك كده ولا قصدك شيء ثاني؟ باشمهندس يمكن ما بعرف إذا انتبهت بالمحاضرة أو ذكرتها أو ما ذكرتها. نحن نعرف البرج هو عبارة عن عناصر تتعرض لشد وضغط، صح؟
نعم عناصر تعرش الضغط. اي نعم. لكن انت بالتحليل والتصميم، لذلك انا ذكرت اكثر من مره لازم ارجع انا للاصول النظريه والمبادئ النظريه لمعرفه البرج كيف عمال يشتغل. البرج لازم بعض العناصر، وهي العناصر الرئيسيه، تعرفها على اساس بيم، او تعرفها على اساس عنصر يتعرض لعزم. لأن مهما قلت أن العنصر لا يتعرض لعزم نظريا أقول أوكي، لكن عمليا سوف يتعرض. فلذلك بعض العناصر بالبرج أو بالجنتري لازم تعرفها على أساس بيم، على أساس تتحمل جزء من العزوم. أي نعم فهمتك. طيب حسب معليش أنا كانت تواصلت معك وكان قلت لك أنا شغال اللي هو مشروع التخرج بتاعي تصميم برج اتصالات. الله يبارك. يلا الله يكرمك. اغلب انا شغال ببرنامج ام اس توا. ايوه اكتشفت انه اغلب المومنت ما بياثر على المنبر بتاثير دايركت، شوف انه بياثر على البولت اكثر شيء. يلا بالنسبه للسبيسيفيكيشن بالنسبه للبولت، يلا انا لما اجي اتعامل مع البولت هل بتعامل معها ان تصميم فرادي انا اصمم البولت بنفسه، ولا انا بخلي انه المنبر يقاوم المومنت اللي بيجي على البولت؟ لا الكونكشن بدك تصمم من الحالة، ما لها علاقة بالعنصر، لأن الكونكشن هي عبارة عن أضعف من العنصر نفسه. أنت لما بتصمم العنصر على تحمل قوة ضغط أو قوة شد، بتجي للكونكشن أيضا لازم تصمم على هذه القوة. الكونكشن هي ضعيفة، السبب هي الهولز الموجودة فيها. وإذا بترجع لمبادئ التصميم، وأكيد طالما شغال انت هون عندك بحساب المقطع الفعال على الشد، ممكن تنزل انت هون المقطع عندك ينزل 30-40% في بعض السكاشن وخاصه في الابراج. فعلا فعلا فعلا. تسلم كتر خيرك باشمهندس، بارك الله في عمرك. سؤال ثاني مهندس عبد الحكيم، موضوع الدايفرامز اللي ذكرتها باحد السلايدز، هل ممكن تعطينا وين هو الشابتر الموجود بالاي سي اللي تكلم عن موضوع الدايفرام؟ طيب ما اذا بده بحث، اذا بده بحث ممكن نحطه بعدين على الجروب، ممكن نحط له اياها، بس مع العلم كانت مذكوره بالسلايد، يعني احنا السلايد اللي ماخذينها كان مذكور العلاقه ومذكور السكشن وكل شيء فيها. حط له اياها على السلايد، معلش على الجروب نحطها. طيب تمام شكرا. حياك الله. في سؤال من احد الزملاء، هل هناك مثال لتصميم برج كهربائي يدويا وعلى برنامج ستاد برو؟ مهندس رزق حجاوي. استاذ رزق، استاذنا الله يبارك فيه، راح اشارك لكم حاليا، راح اشارك احد الجانتري تم تصميمه مؤخرا على برنامج ستاد. لبيت ما يحب البرنامج. في سؤال تاني يا أستاذ أنس؟ أنس معك سيدي، في سؤال لبيت ما بس نفتح الفايل؟
في سؤال من مهندس نبيل. تطبيق حمولة الرياح للبرج، هل تؤخذ المساحة المسقطة للبرج بجهة ما على أنها مصمتة تماما أم مفرغة أم بين بين؟ في ناس بتاخده مصمت، في ناس بتاخده على كل العناصر، لأني لما أنت بتطبق الرياح على جهة من الجهات للتور العناصر الثانية موجودة، لكن أنت إذا طبقتها على أساس مصمت ولغيتها من العناصر الثانية بإمكانك، وإذا عرضتها لكل العناصر أيضا بإمكانك. تمام. في سؤال من أحد الزملاء في مجال تحكي شوي عن موضوع الكونكشنز. كيف كونكشن يعني؟ أتوقع السؤال له علاقة بحساب البراغي وحساب الوصلات. نعم صحيح. طيب بالنسبة للكونكشن، عندك الكونكشن مثل ما بنعرف نحن أن العنصر يتعرض لقوة ضاغطة أو قوة شادية، أو حتى لو كان في عندك عزم معرض لعزوم، بتحسب أنت بتحول العزم لقوة شد وقوة ضاغطة. بتحسب أنت عندك هالقوة اللي جاي عندك على الكونكشن كم مقدارها، وبتحقق عندك بقاني العنصر عندك أو الكونكشن أو البراغي بتحققها على الشد والضغط، وأحيانا القص والشد إذا في عندك قص وشد عليها. إذا بده أكثر على البراغي يرجع على اليوتيوب، نحن في كورس كامل مرفوع على اليوتيوب وبيحكي عن الكونكشن وتصميم الكونكشن بالتفصيل. شكرا دكتور. شكرا. سيد عبد الحكيم، عفوا، بالنسبة لتطبيق ديافرام، الديافرامات بالنسبة لحساب الويند، نحن عم نطبق ديافرام بين الأبراج بمستوى تثبيت النواقل هذه، يعني في هذه ضرورة. إذا شفت، إذا تابعت السكشن مزبوط اللي هو مذكور بالاي سي اي، ذاكر لك بكل السكشن سواء بالتوب أو بمستوى الكروس او بالبيزك بادي كل 20-23 متر بتحط ديافرام. وذاكر لك يا ريكومندد يا اوبشنال، لما ريكومندد معناتها يفضل انك تشتغله. عنا المثال اذا كان واضح هلق للزملاء، واضح الزملاء الجانتري اناس؟ ايوه واضح يا باشمهندس واضح. هذا احد المثال، هو عباره عن الجانتري وتم تصميمها على برنامج الاستاد. مثل ما ذكرنا كثير كثير مهم جدا جدا نحن المبادئ النظريه نعرفها ونشتغل عليها، لاني ما بنعرفها مشكله كثير كثير كثير. طيب لو عملنا بس رن اناليسز لهالمثال هذا عشان الاستاذ رزق. سؤال تاني أنس لبين ما يعمل تحليل. معليش باش مهندس، أنا ممكن أسأل بالنسبة للفاونديشن، أنا شايف أغلب الأبراج اللي بتعاملوا معها أنه الفاونديشن بيكون مايل بزاوية 12 درجة، يلا ما بياخدوا أنها ممكن تكون بايل فاونديشن أسهل من أن تكون عبارة عن ستريب فاونديشن مايل في زاوية؟ لحكي لك بالنسبة ل هاي عملية التحليل، بس خليك معي باش مهندس، بس نرجع لمثال وراح أرجع لك لمثالك. المثال عنا بعد التحليل zero error zero warning الحالات. أوكي، هو بين المشكلة صاير بين هاي التصميم وعندي عملية الديفليكشن. بنشوف هلا إذا شفنا حالات التصميم، إذا عملنا نوع من الانيميشن واخذنا الديفليكشن، لاحظوا معنا كيف بصير. طبعا هاي اذا لاحظتوا هون عندي انا على يسار الشاشه اعلى الشاشه عندي انا السيلف ويت، لاحظ شكل الديفليكشن كيف بيبين معي. اذا شاقولي نتيجه السيلف ويت لو غيرت انا لحمولي اخذت الهاي ويند ترانسفيرد، لاحظوا عموديه ليست بشكل طولي بل عمودية على السكشن، ليست مع الخط بس عمودية على الخط. لاحظوا كيف الديفليكشن بصير. طبعا هالديفليكشن الكبير نحن ماخذينه بس كبرناه مشان توضح معنا صورة الرياح او صورة الديفليكشن بكل حالة تحميل
هلا اذا كانت عندي انا هون ليكو اذا كان عندي اوبليك ويند كونديشن كيف صارت اختلف معي بينما بالقبل لاحظ معي الترانسفير هلا اوبليك صار عندي اوبليك في عندي السيركت شورت سيركت اللي حكينا عليك ايضا ليكو لاحظ معي كيف بيعمل لي انا بالمنشأ هذا احد الامثله استاذ انس بدي ارجع لسؤال لسؤال الاستاذ عن الفاونديشن حقيقه بتصميم الفاونديشن اللي بيحكمك بتصميمه هو طبيعه التربه واغرب انواع فاونديشن بتلاقيها انت بالتصميم هي بالترانسميشن لاين فاونديشن لاني تصور انت عم تنتقل مسافة 500 كيلو 200 كيلو 1200 كيلو متر فراح تصادف كل انواع التراب فبالتالي ممكن انت عندك تصمم على الباي والباي فيرتيكال اما بيكون فيرتيكال او انكلاين برجع لك هل متوفر عندك الاكويبمنت لتعمل تنفذ الباي بشكل انكلاين بشكل مائل إذا عندك ما في مشكلة أبداً أبداً. هلا النوع الثاني اللي بيجي هو باد اند تشيميني. الباد اند تشيميني هو عبارة عن القاعدة مع إذا رجعنا ل زملائنا بس رح نرسم الباد اند تشيميني. هاي عندي قاعدة وعندي هاي التشيميني. هذا اللي كان سؤالك باشمهندس اي نعم هذا هو سؤالي نعم تمام هي بيكون الليك كمان نازل هون الليك او الستب اي نعم هاي الستب عندك هون احيانا بيكون عندك اشوي ممكن في بعض المشاريع بتكون عندك عبارة عن قاعدة وبيكون عندك الليج بشكل شاقولي او البيدست بشكل شاقولي ايضا يجوز عفوا هل هناك مانع من انك تصممها بهذا الشكل وهي عندك الستب موجودة بهذا الشكل هل هناك مانع انك تصمم شاقولي لا يوجد مانع لكن عمل البيدستل بهذه الحالة بده يختلف عن عمله بالحالة إذا كانت انكلاين إذا كانت انكلاين معناته أخذت أنت القوة الشاقولية كلياتها على العنصر ونزلتها على القاعدة يعني خففت أنت من القوة على العنصر بينما لما بتاخذها بشكل شاقولي راح تتحول معك القوى لقوى شاقولية وقوى أفقية قوى أفقية زيادة راح تعمل لك عزم على عزم زائد على القاعدة وعزم زائد على البيدستل كمان ممكن انت يكون عندك قاعدة وممكن يكون عندك روك انكر قاعدة وتعمل روك انكر حدي بمنعك اكيد ما بمنعك بالمناطق الصخرية واجهتنا هيك اشكال ممكن انت عندك القاعدة تكون عبارة عن روك بايل الروك باي عبارة عن الباي إذا رسمناه عندك الباي وفي عندك جزء منه سوكت ان ذا روك وانت هالمنطقة هاي صخرية بنسميه روك باي طبعا الروك بايل هو من اكثر الفاونديشن اقتصادا كلام جميل يا باشمهندس بس معليش سؤال ثاني تفضل اللي هو بتكلم عن الاناليسيس بيقولوا طبعا دي مقوله سائده عند المهندسين مصممين للابراج تحديدا بيقول اذا انت صممت عن ويل لود ما محتاج انك تعمل اناليسيس بالنسبه للسيزميك لود هل المقولة دي صحيحة ولا هل عندها دليل علمي هل في بيبر بس مهندس إذا أنت منطقة تجزئية
والزلزال فيها أو شدة الزلزال أو المنطقة الزلزالية تصنيفها عندك صفر أو واحد، وعندك ارتفاع برجك 125، شو راح يكون عندك اللي بيحكمك؟ الويند لود أكيد. فعلا فعلا. لذلك إذا كنت أنت بمنطقة الخليج العربي بيكون هاي الأسباب أن المناطق الزلزالية اللي عم نشتغل فيها هي يا بتكون صفر يا بتكون واحد، وعندنا سرعات الرياح عم بتوصل للمية 170-180 وفي بعض المناطق 190 كيلومتر بالساعة، فبالتالي هي راح تكون عندي أخطر. لذلك بيقول لك هيو بلز زلازل، بس إذا أنت عندك منطقة زلزالية، منطقة ثالثة، منطقة رابعة، منطقة ثانية، يفضل أنك تصمم على الزلازل أيضا. طيب معليش في السبيسيفيكيشن بالنسبة للكود، يعني مثلا لو جينا خدنا المناطق حقت الخليج العربي أو الدرع النوبي عامة، نلقى انه في نسبه الزلازل من 4.6 ريختر. انت بتلحق المنطقه الزلازليه وليس شده الزلزال. المنطقه الزلازليه هي بتعطيك البارامتر تبع الزلازل وبتصمم عليها. اي نعم اي نعم. يعني ما في نسبه معينه انا ممكن اخذ منها تصميم الزلزالي ولا لا في نسبه لا. معينه ما جربت انا والله. ايوه ما في مشكله، كتر خيرك باشمهندس. تسلم، حياك الله استاذ انس. دكتور اقدر اسال سؤال هنا من فضلك؟ الاسئله عن طريق المهندس انس، ونحن حطينا من بعد اذن الزملاء حطينا اعلان من اسبوع ان اللي عنده اي استفسار يبعث على الايميل او يكتب على الصفحه. لما بتجي وبتعمل تستني ضمن المحاضره، يا اما بعتذر منك يا اما ما انك متابع معنا وصرنا اسبوع. لا والله مو متابع من اول، رح تعمل ديسترب الاسئله اللي موجوده واللي وصلتنا على الايميل وإلى اولويه، ومع ذلك تفضل بس استثناء. شكرا دكتور، شكرا، انا كلش مشكور على هاي. لما نحسب الكيو البريشر بعدين نحسب الاريا حتى نحسب الفورس. الاريا شنو اريا؟ يعني بروجكت اريا هو سوليد اريا لو الاريا اللي للتاور كله؟ يعني السؤال سأل استاذ نبيل وما انتبه. انت قلت لك لما بتعتبر الواجهه الاولى الفيس تبع التاور بتعتبره سوليد، ما في حاجه انت لتاخذ العناصر الثاني وتطبق عليها الويند، لان اعتبرته سوليد وهو راح ينقل هالسوليد هذا، هو راح ينقل الويند للعناصر الثانية. اما انت اذا بدك تطبق الويند على كل عنصر، ما عندك مش تطبقه على كل عنصر بكل الاتجاهات، لان انت عم تاخذ الريل كيس. تمام شكرا. بس يعني الكود شيء اللي عن، لان لازم احنا نروح عن الكود، صحيح مش صحيح؟ الكود في عندك سبيسيفيكيشن بتقول لك خده كسوليد، فبالتالي انت اخذت عدم تاثيره على العناصر الثانيه او ما طبقت الويند عليه، لكن السوليد هو انت راح تاخذ الويند كله وتاثر على العناصر. كاني في عندك عنصر بالخلف، عنصر بالخلف وعنصر بالواجهه، اذا كان انتبهت لايدي والويند عم تجيني من طرف من اليسار لليمين، انا اللي على اليمين ما طبقت عليها الويند، لكن مين اطبق على كامل الوجه للتور. فعندما بحط اللود عن طريق العناصر الشبكية بده ينتقل تأثيره لوين؟ للعناصر الباقية. لا، انت طبقت اللود على العناصر المنفصلة، ما في شيء بمنعك. تمام شكرا، شكرا جزيلا على الاستثناء همين، شكرا جزيلا. حياك الله. مهندس عبد الحكيم، ممكن أسامي مراجع متخصصة تكلمت عن مواضيع أبراج الكهرباء؟ أنت ذكرت الكود الـ ACE، هل في مراجع ثانية؟ في عندك، قلت لك الـ ACE، في عندك ذكرت انا الـ IS 802، ذكرت لك البريس ستاندر 492 او 592 ما بغيت اتذكر بالضبط، ذكرت لك الاستراليان ستاندر، كل هاي مراجع بتحكي عن تصميم اللاتيس ستيل ستراكشر. لا، بدك انت تروح بالتفصيل للبرج نفسه والترانسميشن لاين، في عندك ترانسميشن لاين مانوال، حاس عن الترانسميشن لاين مانوال، بتشوف الكتب كلياتها اللي بتحكي عن الاوفر هيد لاين وكل الحسابات سواء لود سيركت بريكر، كل اللي بدك اياه موجود فيها. تمام. في برنامج وصلات اسمه ميرو سيستم، سمعان فيه او استخدمته؟ ما سمعت. طيب هل هناك درجة حرارة معينة لتطبيق حالة انقطاع الناقل؟ سؤال من عبده زيتوني. عم ناخذ القيمة القصوى للتنشن. والله درجة حرارة هاي أنا ذكرت فيها بالشورت سيركت بريكر وهالأمور، هاي بتروح لجماعة الكهرباء، هاي سبيشالست اللي بيعطونا إياها. طبعا في مواصفات لدرجات الحرارة
للعناصر، لكن ما دخلنا فيها، بنروح لجماعة الكهرباء بناخذها. تمام. في سؤال من علاء سليمان عن موضوع الستيل جانتري، عن موضوع تصميم الكونكشن بين التاور والجيردر بليت. لاحظ معي بالنسبة للجيردر. تمام. الجيردر بليت ولا البيز بليت؟ الأول مهندس علاء كاتب جيردر، بس أتوقع قصده على البيز بليت. بالنسبة للأبراج أو بالجانتري ما في عندي بيز بليت. أنا مثل ما رسمت، عندي أنا ستوب بنسميه ستوب أنجل، وبيكون في عندك الجسد تبع التور واضح بالرسم معي. معلش تقول لكم عن الرسم شو اسمه. هالستوب هي بتكون امبيدد ان ذا كونكريت، وهون لازم تحقق انقطاع الحديد، وعندك لازم تحقق ايضا هون الخرساني والتشقق الخرساني بسبب القوى، واذا بدك اياها بترجع للاي سي اي 318 بتلاقي تفصيل عن حساباتها. لكن كستب ما في عندنا شيء بالاوفر هيد لاين بيز بليت، ما في عندنا بالترانسميشن لاين بيز بليت. البيز بليت بتروح وين بتلاقيها؟ بتلاقيها بالمونوبول. طبعا ما وضح سؤاله، هو قصده على الجاست بليت اللي هي بتربط بين البيم والتاور. ايش سؤاله بالضبط؟ I meant gusset plate connecting beam and tower. يعني beam and tower مصطلحين ما فهمت عليه. مهندس علاء موجود معنا بالتشات، ممكن تعمل unmute وتسأل المهندس عبد الحكيم مباشرة، أو مهندس آلاء. أنا آسف إذا كان يعني علاء وآلاء ممكن يكون يحتمل وجهين. في سؤال من أحد الزملاء، موضوع الديافرام، هل في قاعدة لأنك تحسب السبيسينج بين الديافرامز لما لا؟ للمرة الثالثة اللي سأل السؤال ما كان معنا بالمحاضرة، سأل السؤال وذكرناه بالمحاضرة وهي المرة الثالثة اللي بنسأل. الديافرام قلت لك بالASCE 10-15 أعطيك وين بإمكانك تركب الديافرام وين بإمكانك ما تركب الديافرام، وين it is recommended معناتها يفضل أن تركبها، وين it is optional قال لك معناتها فيك ما تركبها، لكن يفضل أنك تركبها دائما. لا ليش اسمه، وإذا رجع للASCE راح يلاقي وين موجودي والمسافات مذكورة بالضبط. نحن قلنا كل سكشن 23 متر ممكن يركب الديافرام، وممكن في ستاندرد تاني يذكر لك المسافة أقل. أي أجبناه كمان معلش. تمام. هل نفس المبدأ اللي ذكرته عن أبراج الكهرباء ممكن نستخدم على أبراج الاتصالات؟ وهل ممكن استخدام برنامج الساب؟ طبعاً. تصميم؟ طبعاً ممكن تستخدم برنامج الساب، والساب من برامج جيدة بتصميم للأبراج والحديد بشكل عام، الساب والاستاد. يعني برنامجين، وفي برامج الـ RFAM أو الـ RSTAB كمان ممكن تصمم، أو البرامج الكوميرشال، وفي عندك البرامج التخصصية بالأبراج اللي هي تاور من شركة باور لاين، في عندك الـ MS تاور، في عندك X-Steel، في عندك جي سترودل من جورجيا تكنولوجي يونيفرسيتي، عندهم سوفتوير كتير كتير قوي، في عندك الـ RFAM، أي برنامج ممكن تصمم عليه. بس مو مهم البرنامج بقدر ما مهم انت تعرف المبادئ الصحيحه بالتصميم حتى ما يصير معك اي اشكال. سؤال من محمد الحسين، هل المقاول المنفذ هو المصنع والمصمم، ام ان المصمم هو الاستشاري؟ وهل يوجد طرف ثالث لمراجعه تصميم الابراج؟ طبعا اول شيء المصمم هو المسؤول عن المشروع، بكل المشاريع اللي انا اشتغلتها هو المسؤول الرئيسي امام الجهه المالكه او المستفيده من المشروع، المقاول تيرنكي بروجكت، بياخذوا تصميم وتنفيذ وتوريد، واحيانا بياخذوا صيانه، واحيانا بياخذوا تشغيل، لكن هو المسؤول. طبعا هو بيعطي سب كونتراكتر لجهات ثانيه، المقاول ما راح يكون عنده كل الطاقم لأدي التصميم. وصرنا بعد الساعه صرنا 42 دقيقه،
ناخذ سؤالين ونكتفي بعد اذنك بس نجاوب على الاسئله. طيب عندنا المقاول هو المسؤول لكن بيعطي سب كونتراكتر ل ديزاينر اوفيس. تمام. عبدو زيتوني عم يسال اذا في مجال تعطي لود كيس مثال عليها بتكون فيها الوزن الذاتي زائد الويند زائد بروكن واير. اتوقع انت ذكرت اللود كومبينيشنز هي صح؟ انا ذكرت اللود كومبينيشن وذكرت حالات التحميل. يظل انت كمهندس شغال بالترانسميشن لاين او بالتصميم انت بتعرف شو الحالات اللي راح تجي معك. راح تجي عندك رياح، في عندك ايس، الوزن الذاتي راح يدخل بجميع الاحوال. السيركت بريكر قد يجي معك مع الرياح سواء بالستاندر وورد بالستاندر ويند لود او بالهاي ويند لود. انقطاع كابل كهربائي ممكن يجي باي حاله من الحالات. بالسترينجينج هي مرحله السترينجينج ما راح يصير فيها اذا انقطع ما راح ياثر لان انت عمال تشد الا اذا شديت اكثر من القوه المسموحه على الكيبل طبعا بينقطع وله تاثير بين فيرتيكال لود ومع الوزن الذاتي راح يكون عندك. تمام. في سؤال من مهندس بس محمد. اذا بدنا نعمل مثال كيزنج لود بدنا ساعه ونص زياده. تمام. هو سؤال من مهندس محمد حمدي، هل ممكن تطبق التصميم على برنامج استاد خطوه خطوه؟ وانا هي يعني حتى تعملت الموديل هذا اخذت معك يمكن شغل كم نهار مهندس عبد الحكيم. انت اول شيء الموديلينج وتطبيق اللود كله سهل. لو عندي مثال راح افرجيك اللود تري اللي راح تعملها انت. هي حسبي تاني غير السوفت وير والبرنامج. صار بدك كورس كامل مو محاضره. بدك حقيقه يعني ما يعني انت اللود تري بس بدك تعمل لود تري. راح افرجيك اللود تري بس راح ناخذ سؤال لاني يعني صار ساعتين احنا اساس ساعه بس راح افرجيك بس اللود تري واللود كالكوليشن اللي بنحسبها بس من بعد اذنك. في سؤال بعده لبين ما نفتح البرنامج بس هذا ما كان يخطر على بالي السؤال هذا. نعم سيدي. في سؤال اخير؟ هلا صراحة سؤال مهندس عبد الزيتوني ما كثير عم بفهمه صراحة، ممكن يبعثه بالايميل. خليه يبعثه على الايميل ما في مشكلة. افضل. بدي افرجي بس المثال هذا اللي بنحسبه نحن للود للمهندس. في سؤال بعده ولا هذا اخر سؤال راح نجاوب عليه؟ How to design connection between column tower and beam girder at steel gantry. بعد اذنه خليه يبعث لي على الايميل تفصيلي وتكرم عينك. طيب موضوع الكونكشن ديزاين تستخدم سوفت وير معين لما هي مانوال كالكوليشن؟ في ملاحظه نفس اللي ذكرتها انا على البرامج التصميم بس على الكونكشن ارجع لمبادئ التصميم بالبولت او البراغي وبعدها اشتغل على البرامج. ما عندك مشكله اذا المبادئ عندك 100% يشتغل على البرامج لان هذيك الساعه بتعرف انت البرنامج شو عمال يشتغل. سؤال من مهند، هل يتم ادخال اللود كومبينيشنز اوتوماتيكيا بالاستاد ام يدويا حاله حاله؟ لا انت بتعمل انت اول شيء كل حاله بتنزلها لحالها وبعدين بتعمل كومبينيشن معها. في شيء طريقه بالاستاد يعمل ديفولت لود كومبينيشن لهيك شغلات ثم لا؟ لا هون بالاوفر هيد لاين لا لاني هو كل البرامج ما تاخذ طريقه غير البرامج التخصصيه بالاوفر هيد لاين بتعمل هالموضوع هذا. سؤال بعده، هل شكل الابراج متفق عليه ام انه نستطيع تغيير القطاعات؟ بتغير القطاع حسب التصميم اللي عندك. يعني تقريبا غطينا كل الأسئلة.
برجي بس هلق للود للبشمهندس. سؤال من مهندس محمد الشريف، متى اللقاء الجاي؟ اللقاء القادم سوف يكون بنفس الموعد يوم السبت، وسوف يكون عن الكورينج كونكريت كورينج مع تيست اوف كونكريت بروسيجر مع الفاير للبيلدينج، وراح يقدمه المهندس انس وراح نحط اعلان عنه وتعريف عنه. تمام سيدي، أبدا. في شيء على الشاشة ظاهر اللي عمل شير له؟ أنا شايف حاليا البرج. هلا بين مين كان سؤال مين الأستاذ؟ سؤال مهندس محمد حمدي. مهندس محمد حمدي، لاحظ معي كل حالات التحميل اللي بدك تكون عندك بالستاندر ويند لود، وتحسب الهاردوير اللود على الهاردوير كل الموجود عندك بالبرج بالترانسفيرز بالكوندكتور وبالإيش اسمه، تمشي على الموضوع اللي شايفه قدامك. كل هالإجراءات تبع اللود راح تشتغل عليها لتعمل اللود أوف تري وتنزلها بعدين على البرنامج اللي عندك. تصور عندك 18 صفحة بدك تشتغل عليها، فاللي ذكر بده مثال كيف اللود بصير، يعني تصور إذا نشتغل على 18 صفحة. يعني اي سؤال اخير؟ سؤال من دكتور محمد حسين، هل ابراج حصرا على اربع مساند او ممكن تكون على ثلاث ارجل؟ اوفر هيد لاين حصرا على اربع مساند الا بيكون على الأقل مع المهندس أنس، وراح نحط إعلان إن شاء الله عليه. المهندس أنس من خير المهندسين واشتغل بكبرى الشركات بموضوع الكونكريت ريبير، معه ماستر شغال بأمريكا ب إنجينيرينج مانجر بشركة أمريكية، وهو بين أمريكا عم يحكي معنا هلا الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد، لكن ما راح ناخذ نفس الوقت اللي أخذناه اليوم، يعني باستثناء اليوم. الله يبارك فيكم ويعطيكم العافية، وإذا في أي سؤال أي استفسار على الإيميل وإن شاء الله ما مقصر مع حدا. شكرا كثير لكم، السلام عليكم.